بالنسبة للمرحلة ديال التحليل اللي كتنقطع على 5 نقاط، فكتضمن كما كتشوفوا بعض الخطوات الأساسية اللي لابد للمتعلم من الإحاطة بها. إذا أول خطوة كتمثل في أطروحات النص، وأنكم تشرحوها بطبيعة الحال بالأسلوب ديالكم، ثم بعد ذلك أنكم كتنتقلوا لتحديد البنية المفاهيمية للنص، وأيضا بيان العلاقات بين المفاهيم، ثم بعد ذلك تشتغلون على الحجاج، ثم في الأخير تختتمون هذه المرحلة ديال التحليل بواحد استنتاج جزئي وسؤال مناقشة. دابا غنبدا معكم كل خطوة على حدة، نحاول نشرح عليكم ونحاول أننا نعطيو نموذج شفهي، وأيضا نحاول أننا نشيروا لبعض الأخطاء اللي كيوقعوا فيها المتعلمين في هذا الصدد من أجل محاولة تجاوزها. إذا بالنسبة للخطوة الأولى، بطبيعة الحال كتمثل في الأطروحة، إذا كنتوا كتعقلوا راه ديجا قلنا بأن المرحلة ديال المقدمة تختتم بالأسئلة، والأسئلة كتحتاج الأجوبة، وديك الأجوبة هي اللي كنسميوها بأطروحة النص. إذا هذه الأطروحة هذه كتحددوها بناء على ماذا؟ إذا باش تحدد أطروحة النص شنو خاصك دير؟ إذا عندك هنا جوج ديال الاقتراحات، يا إما أنك كتقرأ النص قراءة أولى ثم بعد ذلك قراءة ثانية، ومن بعد كتتبع مع النص شوية بشوية وتحولوا الخطاطة، ما يسمى بخطاطة الفهم. هذه المقترح الأول أو الحل الأول. الحل الثاني أو المقترح الثاني كيتمثل في أنك تقرأ النص قراءة أولى، ثم بعد ذلك كتعاود تقرأ النص قراءة ثانية، ومن خلال هذه القراءة هذه تقوم بتجزئ النص إلى فقرات، يعني الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة. من بعد ما كتقسم النص الفقرات، أنت كتصور راسك ديك الساعة وكتطرح على راسك السؤال هذا، أشنو هو المقصود من هذه الفقرة الأولى، ولا شنو هي الرسالة بكل بساطة التي أراد صاحب النص أن يوصلها لنا من خلال هذه الفقرة ككل. انتبهوا، راه ملي كنقولوا من خلال هذه الفقرة ككل، يعني دعك من التفاصيل المملة. إذا المقصود هنايا هو أنك تكتفي فقط بالفكرة الرئيسية لكل فقرة. نفس العملية غادي تطبقها على جميع الفقرات، إذا غادي تحصل على الأفكار الرئيسية لفقرات أو الفقرات التي يتضمنها النص. من بعد ما تحصل على هذه الأفكار هذو ولا هذه الأفكار الرئيسية، كدونهم مباشرة في المسودة، الفكرة تحت فكرة تحت فكرة. من بعد ما كدير هذه العملية هاتي، دعك من النص، إياك وأن تعود إلى النص، ما عندك ما تدير باقي بالنص إلى حدود الساعة. بعدا كتخلي النص جانبا وكتشوف ذوك الأفكار وقلب على الصيغة التي تناسبك أو الصيغة المناسبة لكي تحول من خلالها تلك الأفكار إلى أطروحة. مزيان، حنا شنو قلنا هنايا؟ أطروحة نص وشرحها. مزيان، أطروحة النص بمعنى جواب صاحب النص عن الإشكال المطروح. من بعد ذاك الجواب كتشرحه من خلال ذوك الأفكار الأساسية أو الأفكار الرئيسية اللي خرجتها أنت كتلميذ من النص. وهنا نعطيكم مثال، لنفترض ان النص اللي اشتغلت عليه واللي انك مطالب انك تقوم بالتحليل ديالو والمناقشه ديالو، كيقول فيه صاحب النص بان الانسان كان كيعيش في حاله الطبيعه، اي حاله لا مجتمع، ثم اضطر بعد ذلك الى الانتقال لحاله المدنيه او ما يسمى بحاله المجتمع، على اعتبار أن حالة الطبيعة عاش الإنسان حياته الفردية الغريزة والحرية الطبيعية المطلقة، ولم يكن يخضع لأي ضوابط قانونية وأخلاقية، ولم يكن يعرف من الحقوق إلا حق القوة بدلا من قوة الحق. ونظرا للسلبيات الكثيرة اللي كيتميز أو اللي تميزت بها حياة الطبيعة، اهتدى الناس إلى الاتفاق على عقد اجتماعي، قانون كينظم الحياة ديالهم الاجتماعية والمدنية، وكينقلهم من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية. مازيان، لنفترض أن هذا هو النص، شنو هي أطروحة صاحب النص في هذا الصدد؟ بمعنى أشنو هو الإشكال هنايا؟ إذا هنايا
النص يتمحور حول المجزؤة ديال الإنسان وكيعالج مفهوم المجتمع. وبالضبط بطبيعة الحال راكم عارفين بأن القضية ملي كنهضروا على هاد المصطلحات هادو فحنا كنهضروا بالضبط على قضية أساس الاجتماع البشري. إذا أنا بالنسبة لأطروحة النص بمعنى جواب صاحب النص عن الإشكال المطروح شنو هو؟ أن أساس الاجتماع البشري هو اتفاقي تعاقدي، على اعتبار ان صاحب النص كيأكد لنا في هذا الصدد على ان الانسان كيعيش واحد حالة الطبيعه ثم بعد ذلك انتقل الى الحاله ديال المدنيه عن طريق ما يسمى بالتعاقد الاجتماعي. اذا هذا هو الجواب، وداك الشيء الاخر اللي قلت ويعتبر شرحا لاطروحات صاحب النص، ولكن هذا الشرح هذا كما قلت لكم يتم من خلال الافكار الجزئيه والرئيسيه اللي خرجتها من النص ككل او من كل فقره على حده. راه الربط بين تلك الافكار الجزئيه عن طريق استعمال ادوات الربط المناسبه هي اللي كتمثل شرح اطروحه صاحب النص. وهنا يلا يرجع لكم الى خرجتوا الافكار وكتقلبوا على دوك ادوات الربط، واش غادي نستعمل كذا ولا غادي نستعمل حيث ولا غادي نستعمل واو العطف ولا غادي نستعمل. حاولوا انكم تبدعوا بهذا الصدد، ما تستعملوش فقط ديك العباره ديال واو واو واو، اذا كتكتفيوا فقط بواو العطف من اجل الربط بين الفكره الاولى والفكره الثانيه والفكره الثالثه الى غير ذلك. لا، حاولوا ما امكن تنتجوا لنا واحد الاطروحه ديال صاحب النص كيحضر فيها الاسلوب ديالكم الخاص. وهذه نصيحة أولى. ثم بالنسبة للنصيحة الثانية، ربما البعض كيتسأل علاش ملي غادي نخرج أفكار النص لماذا لا أعود مرة أخرى إلى النص؟ كما كنقول ما عندك ما دير بالنص في ديك اللحظة لأنك خرجتي الأفكار الرئيسية، علاش غادي ترجع للنص؟ راه إلا بقيتي كترجع للنص وكتقرا من هنا وكتشوف من هنا إلى غير ذلك غتلقى راسك بأن نفس ديال باش بدا صاحب النص، النص ديالو بديتي بها أنت، نفس النهاية أو بنفس العبارة باش تختم صاحب النص غادي تختم بها أنت. إذا أين هو الإبداع؟ فين هو المجهود ديالك أنت كتلميذ؟ غادي تصدق عوض أنك نتجتي لنا أطروحات النص تحطي في واحد الخطأ اللي هو إعادة كتابة النص. قبل ما نتجاوزو هاد القضية هادي ونمشيو نهضرو على الخطوة الموالية اللي هي المفاهيم، ضروري نمشي لواحد المسألة أساسية. بما أن المقدمة ديالك كتختمها بأسئلة والأطروحة كتعتبر جواب ديال صاحب النص على تلك الأسئلة، يمكن ليك تبدأ التحليل ديالك بصيغة من هاد الصياغ هادو ولا بشي صيغة مشابهة لهاد الصياغ هادو. يا إما كتقول كإجابة على الإشكال المطروح يتقدم صاحب النص بأطروحة مفادها أن، ثم كتكتب الأطروحة وكتشرحها بالأسلوب ديالك الخاص، ولا كتقول لإجابة عن الإشكال المطروح يتقدم صاحب النص بأطروحة مفادها أن، وكدير الأطروحة وكتشرحها بالأسلوب ديالك الخاص. هادو جوج ديال الصيغ اللي ممكن تاخدوها على سبيل الاستئناس على أساس أن بطبيعة الحال هناك صيغ أخرى يمكنكم الاستعانة بها في هذا الصدد من أجل التعبير عن أطروحة صاحب النص. مزيان، دابا غننتقلوا للخطوة الموالية المتمثلة في المفاهيم والعلاقات بينهم. أول نقطة خصني نشير لها في هذا الصدد هو أنه عند تحديد المفاهيم أو عند الاشتغال على البنية المفاهيمية للنص، راه ما كنبقاوش نلعبوا لعبة الحظ ولا كنبقاو نقدروا في المفاهيم، لا هذا مفهوم ثانوي، لا يقدر يكون هذا مفهوم رئيسي، لا بلاتي هذا المفهوم هو الرئيسي، هذا هو ثانوي، لا. إذا كنحدد كنعرف باش كنعرف أنا المفاهيم الرئيسية وباش كنميزها على المفاهيم الثانوية، راه المفهوم الرئيسي بمعنى أن دوك المفاهيم لا يمكن لصاحب النص الاستغناء عنها باش يبني لنا الأطروحة ديالو، بمعنى بالدارجة كل ما كانوش دوك المفاهيم ما غاديش تكون أطروحة صاحب النص. نعطيكم مثال هنايا في هذا الصدد، لنفترض أن النص اللي غادي تشتغلوا عليه كيقول فيه صاحب النص أن المجتمع يمارس سلطته على أفراده من خلال التنشئة الاجتماعية التي يخضع لها الأفراد والتي يهدف من خلالها المجتمع إلى تكوين سلوكات جيدة وخيرة لدى أفراده، وذلك بتحويل أنانية الفرد الغريزية إلى نزعة غيرية. نفترض جدلا أن هذا هو النص،
أو لنفترض جدًا أن هذه هي أطروحة النص. نعطيكم واحد المولة، أش هما المفاهيم اللي كيبانوا لكم اعتمد عليهم صاحب النص اللي ما كون ما كانوش ما غاديش يكون أطروحة النص، ما غاديش يكون النص ديالو أصلًا. إذا شنو هما المفاهيم؟ إذا المفهوم الأول هو المجتمع، المفهوم الثاني هو السلطة، ثم المفهوم الثالث هو مفهوم التنشئة الاجتماعية. وبطبيعة الحال راه ملي كتخرجوا هذه المفاهيم ضروري أنكم تحددوهم. ما المقصود بالتحديد؟ بعبارة أخرى ضروري أنكم تعرفوهم. ولكن هنا السؤال اللي كيطرحوه بعض المتعلمين، واش أستاذة غادي نعطيو المفهوم واحد التعريف اللي حنا أصلا عاقلين عليه، ولا اللي ربما درناه في شي حصة من الحصص، ولا غادي نعطيو داك المفهوم واحد التعريف تقريبي بمعنى حنا اللي غنديرو. باختصار عندكم هنايا جوج ديال الاحتمالات. إذا جاب الله داك التعريف اللي باقي انت عندك مسجل في الميموار ديالك، إذا عندك داك التعريف كيتطابق مع تلك الدلالة اللي كيقصدها صاحب النص، هنا لا بأس أنك تكتب داك التعريف اللي انت عاقل عليه. أما إذا جاب الله داك التعريف اللي انت عاقل عليه لا يتطابق مع تلك الدلالة اللي كيعطيها صاحب النص المفهوم، هنايا غادي تقلب على واحد التعريف اللي هو تقريبي لذاك المفهوم اللي يعتمد عليه صاحب النص، بمعنى أن ديك كوبي كولي ما خدامش ليك في هذا الصرف. نعطيكم هنا غير مثال بسيط جدا. لنفترض بأن صاحب النص اعتمد على واحد المفهوم أساسي اللي هو مفهوم الإنسان. من خلال قراءة للنص كتلاحظ بأنه صاحب النص كيقول لنا بأن الإنسان كيعتمد على اللغة، وأن هذه اللغة هذه كتعتبر آلية باش يتواصل من خلالها الإنسان مع باقي الأفراد، وباش يعبر على العواطف ديالو، المشاعر ديالو، الأحاسيس ديالو، إلى غير ذلك. إذا حنا هنا متفقين معك بأن المفهوم الرئيسي أو بين المفاهيم الرئيسية كاين مفهوم الإنسان، ولكن لا يعقل مثلا أنك تجي تقول بأن الإنسان هو بالنسبة لصاحب النص عبارة عن كائن اجتماعي، فقط لأنك ديجا في شي حصة من الحصص توقفتو عند مفهوم الإنسان وعرفتو بأنه كائن اجتماعي. علاش؟ لأن صاحب النص كيعرفو بأنه كائن اجتماعي. إذا إذا كان صاحب النص أو داك النص اللي شغلتو عليه كيعرفو صاحب النص بأنه كائن اجتماعي، هنا ما كيعرفوش بأنه كائن اجتماعي، كيعرفو بأنه كائن لغوي. إذا هنا يجب أن نكون حذرين أثناء تحديد دلالة المفهوم، لأنك إلا عطيتي لذاك المفهوم واحد الدلالة غير تلك الدلالة اللي كيقصدها صاحب النص، هنا كتسقطني في واحد الإشكال ديال تحديد المفهوم بعيدا عن سياقه في النص. ومن بين الصياغ اللي ممكن أنكم تعتمدوها أثناء صياغة الفقرة المتعلقة بالمفاهيم، هاد الصياغة هذه اللي ممكن أنكم بطبيعة الحال تاخدوها على سبيل الاستئناس. وهنا نفترض جدلا بأن النص كيعتمد فيه صاحب النص على مفهوم الماهية، وعلى مفهوم الأشياء، وعلى مفهوم الأدوات. وحنا كنعرفوا جميع بأن هذه المفاهيم عندها علاقة بالإشكالية اللي كتتعلق بطبيعة وماهية التقنية، يعني القضية الأولى من مفهوم التقنية والعلم. ممتاز. إذن هنا ممكن نقول وظف صاحب النص في بناء تصوره جملة من المفاهيم التي يمكن اعتبارها بمثابة روافد أساسية لأطروحته، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مفهوم الماهية، وهي الحقيقة والجوهر، فماهية الشيء أي حقيقته وجوهره. ثم هناك مفهوم الأشياء، وهي جمع شيء، ويقصد بالأشياء كل ما ليس بذات مفكرة، ويدل مضمون هذا المفهوم في منطوق هذا النص على المنتجات التي صنعها الإنسان وليس فقط على الجمادات الموجودة في الطبيعة. بالإضافة إلى هذين المفهومين نلاحظ أيضا أن صاحب النص اعتمد على مفهوم الأدوات، وهي جمع أهداف، وهي كل آلة صنعها الإنسان، والعلاقة بين هاته المفاهيم هي علاقة انسجام وتكامل، مما يزكي القول بأن ماهية التقنية تتمثل في الأشياء والأدوات المصنوعة. هنا شنو درت؟ حددت المفاهيم الأساسية، قمت
بإعطائها واحد الدلالة اللي كتناسب وكتطابق مع السياق ديالها في النص، ثم حددت العلاقة بين المفاهيم اللي اعتمدها صاحب النص. إذن بهذه الطريقة هذه كتخدموا على المفاهيم. الآن نمشيو الفقرة المتعلقة بالحجاج، وبطبيعة الحال ملي كنتحدثوا على الحجاج كنتحدثوا على مجموعة من الآليات الحجاجية والأساليب البلاغية اللي كيوظفها صاحب النص باش يقنعنا بالتصور ديالو ولا باش يدافع على التصور ديالو. يعني انت كتلميذ لابد لك من الإحاطة بهذه الأساليب والآليات. مثلا ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص كيقدم لنا واحد التعريف لشي مفهوم معين، هنايا كيكون صاحب النص قد اعتمد على التعريف. ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص كيستعن بعض الأمثلة باش يوضح لنا التصور ديالو، اذا هنا صاحب النص اعتمد على المثال. ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص اعتمد على شي قوله لشي فيلسوف ولا شي مفكر معين، هنا صاحب النص اعتمد على الاستشهاد او ما يسمى بحجه السلطه. ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص كيقارن لينا بين ظاهرتين ولا بين شخصين ولا بين جوج ديال الاشياء، هنا صاحب النص اعتمد على المقارنه. ملي كتقرا النص وكتلقى بان صاحب النص كيستعمل شي جمل ولا شي عبارات فيها بل، هنا صاحب النص اعتمد على الإثبات. ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص كيعرض لنا واحد التصور لي ماشي ديالو ثم كينتقدو، هنا صاحب النص اعتمد على ما يسمى بأسلوب الطحن. ملي كتقرا النص وكتلقى صاحب النص كيعرض التصور ديالو وكيشرحه ويثبته او يؤكده، هنا صاحب النص اعتمد لنا على أسلوب العرض. ملي كتقرا النص وكتلقى شي عبارات ولا شي جمل في النص فيها اي ان بمعنى ان ذلك ان، هنا صاحب النص اعتمد على الشرح والتوضيح. ملي كتقرا النص وكتلقى شي عبارات فيها لان او لانه او سبب ذلك، هنا صاحب النص اعتمد على اسلوب التفسير او التبرير او التعليل. وملي كتقرا النص وكتلقى عبارات ولا جمل فيها إذن، هنا صاحب النص اعتمد على الاستنتاج. وملي كتقرا النص وكتلقى عبارات ولا جمل فيها غير أن ولا لكن، هنا صاحب النص اعتمد على الاستدراك. هادو كاملين آليات وأساليب خصك بالضرورة أنك تكون متمكن منها وعارفها وعارف إمتى كنقولوا أسلوب الاستدراك ومتى كنقولوا التعريف ومتى كنقولوا المقارنة ومتى كنقولوا الاستشهاد إلى غير ذلك. مزيان، هنايا أول حاجة بعدا لابد لك من العودة إلى النص، لابد لك من العودة إلى النص، ماشي تعاود ترجع لديك الأطروحة اللي صغتي، لا. إذا ملي كنشتغلوا على الأساليب الحجاجية لابد لنا من العودة إلى النص، كتعاود تقرا داك النص مزيان وكتشوف أش من الأساليب وآليات حجاجية اعتمد عليها صاحب النص باش يقنعنا بالتصور ديالو. وهاد الأساليب هادو ولا الآليات هادو راه كيختلفوا من نص إلى آخر. بعض التلاميذ ربما هنا كيطرح واحد التساؤل اللي هو شحال من أسلوب يقدر يكون في النص. راه كيما قلت لكم طبيعة الأساليب ولا عدد الأساليب ولا عدد الآليات ما يمكنش نحكموا عليه، لأن كل نص كيختلف حسب ما يزخر به من أساليب وآليات حجاجية. إذا هنايا ملي كتخرج هاد الأساليب هادو كتخرجهم في المسودة، ضروري أنك تبين المؤشرات الدالة عليها في النص وأيضا الغرض من هذا الأسلوب في النص. مثلا قريتي النص ولقيتي من بين الجمل اللي واردة في النص هاد الجملة هادي: الإنسان ليس بكائن عاقل فحسب بل هو كائن لغوي أيضا. إذا ملي كنشوفوا بل، هذا أسلوب الإثبات. إذا كنديروا الإثبات وكنفتحوا قوس كنديروا العبارة اللي كتبين لنا بأن هذا أسلوب الإثبات ماشي أسلوب التوكيد ماشي أسلوب النفي، كنديروا بل هو كائن وكنديروا ثلاث نقط حسب وكنسدوا القوس وكنديروا الغرض من هذا الأسلوب هو ماذا؟ هو إثبات أن الإنسان ليس فقط بكائن عاقل بل هو أيضا كائن لغوي. هذه الطريقة هذه كنخرج جميع الآليات الحجاجية والأساليب اللي اعتمد عليها صاحب النص باش يدافع على التصور ديالو. وبعد ذلك شنو كندير؟ خصني نقلب على واحد الصياغه اللي غادي تمكنني انا كتلميذ باش ننتج واحد الفقره متناسقه ومتماسكه اللي هي الفقره المتعلقه بحجاج النص. وهنا من بين العبارات اللي ممكن انكم تستعنوا بها في هذا الصدد اثناء الصياغه ديال الفقره المتعلقه بالحجاج نجد هذه العباره: بغيه
إقناعنا بأطروحته عمد صاحب النص إلى الاستعانة ببنية حجاجية متماسكة منطقيا ولغويا، ولقد استهلها نعطيكم مثلا بالتعريف، فالشخص فيما أعتقد كائن مفكر ثلاث نقاط حث، حيث عرف الشخص بكونه ذات مفكرة عاقلة قادرة على التأمل والتعقل، لينتقل إلى نفي، انتبهوا كيفاش انتقلت للأسلوب الثاني، لينتقل إلى نفي انفصال الشعور عن الفكر بين قوسين، وهذا الشعور لا يقبل ثلاث نقاط حذف، وذلك لبيان أن الشعور مقترن بالفكر، موضحا في هذا الصدد. هل انتقلت للأسلوب الثاني الثالث عفوا اللي هو التوضيح، موضحا في هذا الصدد بعض الأفعال العقلية والحسية، وكندير بين قوسين المثال ديال دوك الأفعال، الشم، التذوق، التأمل ثلاث نقاط حذف أغلق القوس، التي لا تعدات قدرتها على القيام بها إلا من خلال القيام بها فعلا. نقطة، مؤكدا في الأخير، هل انتقلت الأسلوب الرابع اللي هو التأكيد، مؤكدا في الأخير على علاقة الذاكرة بالهوية الشخصية. إذن بهذه الطريقة هذه كربط بين الآليات والأساليب اللي اعتمد عليها صاحب نص باش يقنعنا بالتصور ديالو. راه ما كنديرش العوارض، راه نتحدث عن كتابة إنشائية منفروض أنه يكون فيها ما يسمى بتماسك العرض. إذن هنايا راه ما كنكتبوش عوارض، ما كنقولوش اعتمد صاحب النص على حجج وهية، وكترجع للسوق كدير عارضة أولى التعريف، عارضة الثانية الاستشهاد، العارضة الثالثة الاستنتاج، العارضة الرابعة الشرح والتوضيح إلى غير ذلك. إذن لا، بهذه الطريقة يجب أو يفترض أن تصاغ الفقرة المتعلقة بحجاج النص. مزيان، هل وصلتي لحجاج النص؟ واش سليتي التحليل؟ لا، مازال ما سليتي التحليل. ما يمكنش أنك تكون في الحجاج تكمل الحجاج مباشرة تنتقل كتهضر لنا على المناقشة. لا، باش تنتقل من التحليل للمناقشة خص يكون الانتقال ديالك مبرر، يكون الانتقال ديالك عنده واحد التبرير، وباش يكون هذا الانتقال مبرر من الى خصك بالضروره تبلور واحد ما يسمى باستنتاج جزئي، وطرح السؤال ديال المناقشه اللي هو كيتعتبر بمثابه قنطره العبور من المرحله ديال التحليل للمرحله ديال المناقشه. ولكن شنو كندير في هذا الاستنتاج الجزئي؟ واش كنعاود نكرر داكشي اللي قلت قبل، ولا شنو كندير؟ الجواب ديال هذا السؤال هو كالتالي، اللي كدير في هذا الاستنتاج الجزئي هو النتيجة اللي توصلتي ليها من خلال التحليل ديالك ككل، وديك النتيجة كتحاول تبلورها على شكل فكرة عامة، ماشي انك تكرر لنا داكشي اللي سبق ليك قلتيه على مستوى التحليل. نعطيكم مثال، مثلا اشتغلتي على واحد النص كيتمحور الموضوع ديالو حول المجتمع والسلطة، قريتي النص وخرجتي بواحد الأطروحة اللي هي أن صاحب النص كيأكد لنا على أن المجتمع كيمارس السلطة ديالو من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية، وهذه الأطروحة هذه شرحتيها بمجموعة من الأفكار اللي هي أن السعي نحو تحويل النزعة الأنانية إلى نزعة غيرية يقوم على أساس نظام التواب والعقاب الذي يحمل في طياته الإرغام والقهر والإكراه، فالفرد داخل هذا النظام بالنسبة لصاحب النص لا يستطيع تصعيد غرائزه وميولاته ولا التعبير عنها أو التصرف وفق ما تملي عليه طبيعته الخاصة، بل من خلال ما يلقنه له المجتمع ويفرضه عليه عبر عملية التنشئة الاجتماعية، وهذا في نظر صاحب النص يؤدي إلى اغتراب الفرد في المجتمع وإنتاج شخصية مرضية مشوهة ومنافقة. مزيان، هذه هي الأطروحة وهذا هو الشرح ديالها، ولكن واش هادشي هو اللي غتعاود في الاستنتاج الجزئي؟ لا مطلقا، غتعاود تقرا هادشي كامل وغتصور راسك شنو هي الفكره العامه اللي بغى يوصل لنا صاحب النص من خلال هاد الاطروحه هادي ومن خلال هاد الشرح هذا كامل، وهذيك الفكره اللي كتمثل الجواب ديال صاحب النص باختصار على داك السؤال العام اللي ديجا نتايا طرحتيه في المقدمة. مثلا إلا كنتي تسألتي في المقدمة على ما طبيعة السلطة التي يمارسها المجتمع على أفراده، ومن أين يستمد المجتمع هذه السلطة، وكيف يمارس المجتمع سلطته على أفراده، إذا هنايا الأجوبة ديال هذه الأسئلة هادو باختصار بالنسبة لصاحب النص هذا المثال اللي اعتنا دابا هو أن المجتمع كيمارس السلطة ديالو على الأفراد ديالو من خلال واحد العملية اللي كتسمى عملية التنشئة الاجتماع الاجتماعية. إذا هذا هو الجواب باختصار. إذا هنا ملي غادي نجي نصيغ أنا ما يسمى بالاستنتاج الجزئي، شنو هي الصياغة اللي غادي نستعمل وشنو غادي نقول فيه؟
غادي نقول يتبين من خلال تحليلنا لهذا النص أن المجتمع يمارس سلطة على أفراده من خلال ما يسمى بعملية التنشئة الاجتماعية التي يخضع لها الأفراد. لكن أين تكمن قيمة وحدود هذه الأطروحة؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون هذا التصور تصورا قويا يحظى بتأييد ودعم من طرف مفكرين آخرين؟ إذا درت هنا الاستنتاج الجزئي، إذا النتائج ديال التحليل قمت ببلبرتها في فكرة عامة، ثم طرحت السؤال ديال المناقشة اللي كانت سأل فيه ومن خلاله وعن طريقه عن أهمية وحدود هذا الأطروحة ولا هذا التصور ديال صاحب النص، وأيضا كان فاتح من خلاله على تصورات أخرى. إذن بهذه الطريقة هذه كان صيغ ما يسمى بالاستنتاج الجزئي. إذن بهذا نكون قد أنهينا مرحلة التحليل، ونكون أيضا قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة اللي هي مرحلة المناقشة. بالنسبة للمرحلة ديال المناقشة والمرحلة ديال التركيب غادي تلقوها إن شاء الله في الفيديو المقبل بإذن الله، فكونوا في الموعد.